السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة وصلنا لحل الدرس الأول. بعد ما خلصنا الكلمات عملنا الفيديو بتاع الكلمات، قراءة الكلمات هتلاقوه موجود على القناة وعلى الصفحة والجروب. طيب يلا بينا دلوقتي، أتمنى أن أنتوا يعني تشوفوا الفيديو بتاع الكلمات قبل حل الكتاب. يلا بينا نقرأ القصة بتاعة الدرس. بيقول listen read and role play، استمع واقرأ ثم تبادل الأدوار. مام داليا، يعني أبطال القصة بتاعتنا اللي هيكلمونا النهاردة هي ماما وبنتها داليا. يلا بينا كده نشوف القصة. بيقول what are you doing داليا؟ الأم دخلت على داليا فبتقول لها بتعملي إيه يا داليا؟ what are you doing داليا؟ what are you doing داليا؟ I am doing، داليا ردت على مامتها قالت لها I am doing my homework about chameleons، يعني أنا بعمل الواجب بتاعي عن الحرباء. They are so interesting، I looked into this library website and I created a password to get information. بتقول لها أنا أقوم بعمل واجبي عن الحرباء، إنهم ممتعون جدا، قمت بتسجيل الدخول إلى موقع المكتبة وأنشأت كلمة مرور للحصول على المعلومات. فمام قالت لها what does it say، what does it say، ماذا تقول؟ ردت داليا قالت لها chameleons change color، they are the same color as the place where they are، الحرباء بتغير لونها، بيكونوا بنفس لون المكان اللي هم فيه. مام wow that's interesting، what else؟ الأم قالت واو هذا مثير للاهتمام، وماذا أيضا؟ ردت داليا قالت لها they have amazing eyes and they can see all around، هم عندهم عيون رائعة ويمكنهم الرؤية في كل مكان. but I need to do more research، ولكن أنا بحاجة إلى القيام بالمزيد من البحث. I wanted to message Yara and chat with her، she knows some great website، أريد مراسلة يارا والدردشة معها، إنها تعرف بعض المواقع الرائعة. ردت الأم قالت لها are you making a presentation about chameleons، هل تقدمين عرضا تقديميا عن الحرباء؟ بتقدمي عرض تقديمي عن الحرباء؟ ردت داليا قالت yes I am making a presentation with Yara، I need to look at lots of websites and find some nice pictures، قالت لها نعم سأقدم عرضا تقديميا مع يارا، يجب إلقاء نظرة على الكثير من المواقع والبحث عن بعض الصور الرائعة. mom remember to be respectful، don't copy information، find ideas and write your own words. مامتها ادتها نصيحة كده، قالت لها تذكري أن تكوني محترمة ولا تنسخي المعلومات، ابحثي عن أفكار واكتبي كلماتك الخاصة، يعني قالت لها كده ما تسرقش مجهود حد، ما تسرقش معلومات حد وتنسبه لنفسها إن هي اللي عاملة البحث ده، لا تقرا كذا بحث، تقرا هنا وهنا وهنا وهنا، وبعد كده هي تحط الفكرة بتاعتها، يعني تحط فكرتها بقى هي اللي فهمته من جميع الأبحاث، لكن ما تلاقيش بحث عن الحرباء وتاخده زي ما هو كده وتنسخه بالظبط بالظبط وتقول إن هي اللي عاملة البحث ده، طبعا دي حاجة غلط. طيب exercises التدريبات read and complete، يعني اقرأ وأكمل. عندي making looked doing chameleons و password. number one will I looked into the library website، يعني أنا سجلت دخول إلى موقع المكتبة. number two chameleons can see all around، يعني الحرباية بتقدر تشوف في جميع الاتجاهات. I am making a presentation، يعني أنا صنعت تقديم عرض تقديمي. I created a password to get information، يعني بتقول ان هي انشأت password عشان تحصل على المعلومات. number two changes the correct answer from A, B or C، اختر الاجابة الصحيحة. number one they have amazing eyes and they can
see all around، يعني أقول إن هم عندهم عيون جميلة وفي نفس الوقت بيشوفوا في جميع الاتجاهات. العين دي بتقدر تبص في جميع الاتجاهات. Number two, last week I did research about chameleons، يعني الأسبوع اللي فات أنا عملت بحث عن الحرباء. طبعا last week الأسبوع اللي فات على طول بختار did ماضي. I found some information on a website، يعني أنا وجدت بعض المعلومات على طبعا على الويب سايت اللي هي المواقع. Number four, chameleons can change their، بتغير إيه؟ بتغير اللون بتاعها اللي هو color. طيب تعالوا نشوف number three، هنشوف الصورة بقى كده والمعلومات اللي احنا خدناها ونقرأ الأسئلة ونجاوب. هنا read and answer true or false، هنعمل علامة صح وغلط. Number one, chameleons can't change their color، بيقول لي الحرباية مش بتغير لونها، ما بتعرفش تغير لونها، طبعا ده false غلط. Number two, they have amazing eyes، هم عندهم عيون رائعة، true صح. They can't see all around، يعني ما بتعرفش تشوف في جميع الاتجاهات، false. They are the same color as the place they are، يعني هم they are the same color، يعني هو لونهم بيبقى نفس لون المكان اللي هم بيكونوا موجودين فيه، دي true صح. طيب هنا read the passage and answer the question، اقرأ القطعة واجب الأسئلة. Last week I had some homework about chameleons، الأسبوع اللي فات عملت واجب الواجب بتاعي عن الحرباء. I looked into a library website and created a password، هو سجل دخول لموقع المكتبة وعمل password. I found information I worked with my friend Yara، ان هو يعني كان وجد معلومات وكان العمل بتاعه مع هي بنت يعني مع صديقتها يارا. I sent her a message about the information، بعت لها رسالة بالمعلومات. We had a chat to plan the presentation، احنا عملنا حوار مع بعض يعني كلمنا بعض على النت عشان نقدر نخطط للعرض التقديمي اللي هنقدمه. She did research on her cell phone because she can't use a tablet، هي عملت البحث بتاعها على التليفون عشان ما كانتش قادرة تستخدم التابلت. Our teacher Miss لمياء loved our presentation، هوري داليا، هي مس داليا مس لميا المدرسة بتاعتهم حبت العرض التقديمي بتاعهم وحيتهم بهوري هوري، زي يعني كده ايه واو، زي واو كده. وقالت وداليا طبعا اللي بتحكي لنا القصة. Number one, I had some homework about chameleons last week، الأسبوع اللي فات. I sent a note to my friend Yara، I sent a message، بعت الصديق يارا رسالة. يارا did research on her، يارا عملت البحث بتاعها على السيلفون على التلفاز عشان ما كانتش قادرة تستخدم التابلت. طيب هنا answer the following question. Number four, who did Dalia work with، داليا كانت بتعمل مع مين، مشروع بتاعها او البحث بتاعها مع مين. She worked with يارا، عملت مع يارا. Did Miss Lamia love their presentation، هل Miss Lamia حبت العرض التقديمي بتاعهم؟ Yes she did. طيب هنا rearrange the following sentences، هنرتب. هي عرفت بعض المواقع الرائعة. She knows some great websites، she knows some great websites. طيب هنا لا تنسخي المعلومات، don't copy information، don't copy information، اكتب كلماتك الخاصة، write your own words، write your own words. انا سجلت الدخول لموقع المكتبة. I looked into this library website، I looked into this library website. طيب هنا عندي look and answer، what is she doing، عندي is وعندي doing، يبقى ده مضارع مستمر. انا شايفها بتعمل chatting فبقول she is chatting، she is chatting يعني بتشيت مع حد كده بتكلم حد. What is she doing، هي بتعمل ايه. طبعا البحث كله كان على الواجب، يعني البحث ده كان عبارة عن واجب بيعمله على الانترنت، اقول she is doing her homework، هي بتعمل الواجب بتاعها، she is doing her homework. طيب punctuate with the following sentence، what does it say علي،
يعني ماذا تقول يا علي؟ what w capital. ما فيش حاجة تانية هنا، ولا does ولا it ولا say. علي ال a capital هنا بادئة ب what، ماذا، يبقى في الاخر بحط ال question مارك. وكده خلصنا درس الاول في الوحدة الستة. ان شاء الله بسرعة بسرعة هناخد الدرس التاني، مش هنتأخر عشان خلاص ما عادش فيه وقت، هنخلص بسرعة الوحدة دي. واتمنى ان انتوا تلحقوا تذاكروها، او على الاقل تاخدوا فكرة عنها. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.